3 2 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جايين هنعمل تحدي انا يا بنتي. ما تكلمش يا بنتي، لمي نفسك. اميرة لسه على 3 فرخات زي ما انتوا شايفين كده. الفرخة دي يا جماعة وزنها 3 كيلو بجد؟ ماشي. بجد طبعا. الفرخة كبيرة اهي، شايفينها؟ يا اميره ما تعرفش في الوزن. ماشي. الفرخه دي وزنها 3 كيلو، يعني الثلاث فرخات كل كده. الفرخات دول وزنهم 9 كيلو. انت بتاكل بس قبل. اصبروا بقى، مطبخ. قبل ما نبدا الفيديو، اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، واللي مش عامل جرس فعل الجرس. واللي ثواني ثواني هوريكم حاجه جديده جامده. الناس اللي مش عاملين سبسكرايب يلا اعملوا سبسكرايب، الناس اللي مش مفعلين الجرس يلا فعلوا الجرس، والناس اللي ما عرفوش الانستجرام، الانستجرام اهو خش بسرعه اعملوا فولو، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. واللي ما يعرفش قناه اميره واماني هتلاقوهم تحت في صندوق الوصف. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ احلام. ايوه انا نفسي هم يعرفوا. عايزين نوصل الفيديو ده لكام يا اولاد؟ 100,000 لايك. ايه ده؟ طموحاتك هبد. حاولت نوصل الفيديو ب 20 لايك بسلحفه. ايه ده بجد؟ او ربنا. عايزين 20,000 لايك يا جماعه. ده لو جم يعني ان شاء الله. عايزين نكتب كومنتات كتير قوي قوي قوي، عشان احنا كل يوم بنثبت كومنت. لا اكتر حد بيكتب كومنتات. احنا مش جايبين التليفون دلوقتي، بس هنجيبه كمان شويه. التحدي على الثلاث فرخات اللي قلنا لكم عليهم. في حاجه ثانيه نسينا؟ بحبكم يا جماعه، بحبكم. وطبعا طريقه الفراخ دي انا اللي عاملاها، هتلاقوها في القناه عند اماني. اماني هي اللي عامله الفراخ دي، فيطعمها ان شاء الله. تعالوا بقى قولي رايكم بقى وكده. الخيار ده ماما اللي عاملاه، علاقه بالتحدي. والرز ده في التعدي. ايه ده؟ يلا مش هتعملوا تايمر؟ في انتوا مش هتعملوا تايمر؟ لا طبعا مش انا. استنوا، ما قلناش المسابقه يا جماعه. النهارده مفيش عقاب، النهارده اللي هيكسب هياخد ال 100 دولار دول. اهو اهو الحاج بيمس عليكم. ماشي، اللي هيكسب بقى في تايمر ولا مش من غير تايمر؟ من غير تايمر بقى. اللي هيخلص الاول يلا بينا. اللي هيخلص الاول ولا تايمر؟ واكتر واحد خلص. طب خلاص قلنا لك بقى. نو واي. يلا بينا نبدا. واحد اثنين ثلاثه. طب بسم الله الرحمن الرحيم. ده ورك، ما بحبش الورك بس هاكله. وانا ما بحبش الصدر والله. ايه يا جدعان؟ مش كده على فكره، مش سرعه هو. بقى بتهزروا ولا ايه؟ بقى ال 100 دولار، ال 100 دولار بتاعتي بتاعتك. عارفه ليه؟ لان انا لبنى ملكه التحديات. دول بيعملوا في امان، صح كده؟ عايزين نقطعهم. الله، فراخ بالزبده. فراخ طعمها جميل جدا. احسن. حلوه ولا لا؟ والله حلوه. لو وحشه مش هناكلها. ربنا يخليكم يا جماعه، ترفعوا معنوياتي دايما. ما هي بتاعتك. الموضوع ده مجيب لنا يا دنيا طبعا، نحطه في العدل. هي المشكله ان هي سخنه. اكل هي اللي اكلك منين رايح على مين؟ الرز ده تبع التحدي ولا لا؟ يلا شو استدعيتنا الكبيرة. ايه ده؟ في ايه يا اماني؟ دي كانت الدبابيس الاول. ما خلصت ورك. بصي بصي، شفت راجل فين فاينل؟ صح؟ والله العظيم طعمها تحفة. انا عاملاها كده يعني. لا لا حلوة. ايه بقى اماني؟ عشان انا عاملاها ولا طعمها حلو؟ ينفع طعمها حلو. لكن كده كأن فراخي، بحب اي فراخ. انتوا جربوها وتشوفوا بنفسكم. لا يا صديقي، انها الهزيمة. اميرة سمير، شكرا دنيا. بص اميرة، ايه ده؟ ما هخسر ولا ايه؟ ب 100 دولار.
ما انت اكتر واحده خلصت انت بتحوري. بصوا يا جماعه انا متحمسه قوي النهارده. ولا الرز ايه الفرخه طول ملعونه. انت متاكدين ان هم كلهم قد بعض؟ اه طبعا. بصوا بقى احنا وزنينهم يا بنتي. اميرة لو انت كسبتي بالنص اخوات بقى وكده فاهمين؟ جبنا انت لو كسبتي بالنص. لا يا ماما خليني اشارككم انتوا الاثنين فرحتكم. ليه انت هتخسري؟ هي بتعمل حسابها. تعملي نفسك يعني امين؟ في حتة فرخة هنا. ما شاء الله عليك يا لبنى. معلومة منبطئة شوية. ما بحبش الصدر انا. هي مش بسرعة على فكرة. ها؟ عارفة لو الرز مش معانا كان زماني خلصت. بس روحي يعني ما قلت لكم بلاش يكون معانا. كدابة. وعايزين نوصل لبنى ل 2 مليون بقى يا حبذا. عشان ما توصل ل 2 مليون ان شاء الله تعملوا حفله جامده. امين قاعده جنبنا فاهمه اللي هو أنا والله اعملوا كله بس بالراحه شويه. طب انا بقى الرز ما حطيناهوش قد بعض. كنت هموت من الصدمه. مش انت اللي حطاها؟ مالناش فيه. ايه ده ايه الفرخه خلصت؟ على اساس انه مش هيدخل في التحدي. بقول لك ايه بس انت؟ انت جعان بقى. عش يا ميرا عش شبح شبح. تفوقي في عالمي. بتضحك علينا ما تصدقينيش. لا 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 يا ميرا بنتفق في حياتها. والله يا بنت خلص انا كمان. انا نفسي قوي اختصر مع الدغري. طب كل اللي يعرفني بقى لما يشوف الفيديو ده هيحصل فيا ايه يعني؟ شيء وحش قوي. لا يحصل فيا ما كل اللي عارفك عارف انك انت مننا فينا. انت شكلك وحش قوي؟ خطيبها هيسيبها بعد الفيديو ده. امال نعمل ايه؟ ممكن عشان مش مخطوبين يعني؟ مثلا؟ كان احس ان هي خلصت الخط. بسرعه يا امير. انا مش انا. وانت مش عارفني. انا دي شخصيتي الثانيه. بتكلم احمد يعني؟ انا عارفه. انت اصلا فاهمه بتكمل برقه قوي اساسا. لا والله. بعملها يا جماعه انا باكل برقه. بص يا بنتي. لبنى خلاص كده هي خلصت اصلا. لبنى بالراحه يا لبنى. انا باكل بالراحه على فكره. مش اكلتي. امال لو ده دي مش اكلتي. سوري. يا عمك لوحدي. روح سوري. هيدا فلوس زيتين على الطرحة شايفينهم؟ شايفينكم بقي ده. ده الهيكل العظمي للفرخة الله يرحمها. الله هو اكبر في بطني. جنبك والله. لا برمي في بطني. لما نشوف هتاكل ده القفص الصدري. انا ما بحبش الرقبه. ماليش دعوه. خليها خليها. ماليش دعوه. هاكل الرز واكلها في الاخر. كلنا هناكل في الاخر.
عارفه ما خلص بقى انا مش قادره اخلص اكس ليه ليه لا بصوا بصوا مش هقدر انت قلت تخلص والله هي بتاكل بسرعه هي لبنى عميرة عمي ها هبدا انسحب لا كل الرقبه انتوا كده بتستعبطوا كل الرقبه مش كل الرقبه يا بنتي كملي هاكلها يعني هضغط عليها هتجيلي دلوقتي فلان هاكلها لا هاكلها انت عندك حد بتحبه وما حد ما بيحبش صح يا بنتي خلينا نكسب وهديك نص ال $100 طب ليه ما اكسب اخدهم كلهم يعني هبقى عبيطة لو حطيت معلقة تاني بعد ده كله ها بس لسه عشان نخلص ونقفل الرقبة واكمل اكل كل الرقبة لا طبعا ها كل الرقبة لا لا كليها لما تخلصوا انتوا بقى ماشي براحتك خلصوا براحتكم وانا لا ما ينفعش توقفي اكل لا ما ينفعش لا صح والله العظيم ناس دي كده خلاص ما توقفوش اكل انتوا كمان بس مش هنوقف يلا كل الرقبة لا هاكل الرز بقى الاول براحتي كلي ايه ده ايه نتحدوا ضدي عشان هم يلا يا لك اللي فتات ورقعت يا لبنى والله العظيم بصوا يا جماعه بصوا والله ظلم شايفين هو ايه والله ظلم هي بتاكل بسرعه اهو والله ظلم شايفين اجبار والله ظلم الجناح الهيكل العظمي الفرخه فوايده كتير قوي ها انجزوني انجزوني ولا تختاري لسه هتتاكل لسه روحت غدا الفرخه بقى يا جماعه جوه تجمعت واصبحت فرخه مخليه في بطني ربنا يسترها عليه اللي هيتجوز لابنه هو احنا هنركم ده هيدعي من هنا لبعد بكره ان ربنا كرمه بواحده قمر زي ان كرمه بواحده هتاكله تاني لا الموبايل بقى يلا لسه بدري يا جماعه الـ 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 الفلوس حلوه انت عارفه انت عارفه دول يجيبوا كام معلش يا جماعه حدث عطل فني فانقطعنا دلوقتي اميره تقرا لكم كومنت المسابقه طبعا شايفين اميره وشها اصفر واخضر واحمر وشها بقى قد حته اللقمه بالهريسه السمسميه ليه عشان ما خلصتيش فرختك لا عشان تعبان لا كل ما تخسر تقول عشان تعبانه لا تعبانه اكيد بشكل باين ان تعبانه باين ولسه صح يا حتى دينتي يا باشا صدقوني انا حاطه دينت عشان شكلي يبقى مجهومي يبقى مقبول شويه عشان هي تعبانه هي تعبانه يا جماعه فعلا ويا جماعه ما تنسوش تروحوا تشوفوا شوف الفراخ دي وتجربوها لان هي جميله جبت لها مش عارفه شفتوا الفيلم اللي الواد بيضرب فيه العيال انا العيال وقابله الواد الكومنت من كشكول عراقي عائلتنا كبيره حمد توصيل لبنى عبد العزيز 2 مليون مشترك متابعتكم من العراق يا ريت تدعموكم من القناه وصلوا الفيديو لايك في لايك والناس اللي مش عامله سبسكرايب اتفضلوا طب استنى اقرا الكومنتات اتفضلوا مشكورين ماما احنا اوكي اتفضلوا مشكورين اعملوا سبسكرايب والناس اللي مش مفعلين الجرس بعد اذنكم فعلوا الجرس شكله حلو قوي هو بيحمر والله واعملوا ايه هو جرس مش بيحمر وليد بيقول لك يا ستي اعتبروه بيحمر خلوهم يدوسوا عشان شوفوا بيحمر يدوسوا بس احتار بس مش عارفه ايه خلوه حطيتها في الطبق تاني وليد بيقول الله يسعدك يا لبنى ويحقق لك كل ما تتمنيه انا قلبي يا ليدو هو بغيب عمل يا جماعه ماشي رباب دول نزعليش يا اميره حاضر انا دخت والله الفرخه دخلت جوه نفشت سترت تقريبا الكومنتات كلها من كشكول عراقي تفتكري الرقبه خشوا يا جماعه ادعموا تفتكري الرقبه هتزعل على باقي الفرخه اللي جوه معدتي اكلها لك دلوقتي استني بس بعد الفيديو بس ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم
ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا شامي يا بنتي الدولار هاشتاج توصيل لبنى عبد العزيز ل 2 مليون مشترك. لميت فلوس كتير قوي انا من التحديات لحد دلوقتي. متنسوش تروحوا قناة اميرة وتيجوا قناتي هتعجبكم جدا وبنحبكم جدا. شايفين يا جماعة اميرة زعلانة ازاي؟ والله تعبانة. لا 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 انت حاقدة عليا عشان انا كسبت الدولار. يا جماعه الناس اللي بتفعل هاشتاج تحت الفيديو بتاع بحبكم يا جماعه بحبكم جدا 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 بجد واللي بيكتبوا عيلتنا الكبيره انظموا بحبكم برضو انا بحبكم كلكم بحبكم وانا لا بحبكم يا جماعه يلا.